شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يوم الجمعة يصادف على المعروف ذكرى ميلاد الإمام الثامن من أئمة أهل البيت، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه على ما هو المعروف في 11 من شهر ذي القعدة، من عام 148. وذلك بعد وفاة الإمام الصادق صلوات الله عليه بأيام قليلة. وكان الإمام الصادق صلوات الله عليه يتمنى رؤيته. الإمام الكاظم ينقل عن أبيه الإمام الصادق صلوات الله عليهما أنه كان يقول له غير مرة. بعض العلماء في الفقه يعتقدون أن كلمة غير مرة تدل على 3 مرات أو أكثر. قال له غير مرة: إن لفي صلبك عالم آل محمد. وليتني أدركته فرأيته. ولكن
الأقدار لم تسمح أن يرى الجد حفيده، وتوفي الإمام الرضا صلوات الله عليه في آخر شهر صفر من عام 203. والده باب الحوائج الإمام الكاظم صلوات الله عليه، والدته امرأة من أفضل نساء زمانها، وكان يقال لها تكتم كما يقال لها نجمة. ولما ولد الإمام الرضا صلوات الله عليه قالت تكتم أعينوني بمرضعه، قالوا لها لماذا؟ أنقص الدر يعني الحليب؟ قالت لا، ولكن علي ورد من صلاتي وتسبيحي. عندما ولد الإمام الرضا صلوات الله عليه تلقى الأرض بيديه وكان رافعا رأسه إلى السماء، وشفتاه المباركتان تتحركان بكلمات. جاء الإمام الكاظم صلوات الله عليه وقال لتكتم هنيئا لك يا نجمة كرامة ربك، ثم أخذه وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى وحنكه بماء الفرات، ثم دفعه إليها وقال لها خذيه فإنه بقية الله في أرضه. الأمة في عهد الإمام الرضا صلوات الله عليه كانت تعاني من مشاكل ثلاث. المشكلة الأولى المشكلة الثقافية. المشكلة الثانية المشكلة الأخلاقية. المشكلة الثالثة المشكلة الروحية. هذه ثلاث مشاكل كانت تعاني منها الأمة في عهد الإمام الرضا صلوات الله عليه، مضافا إلى مشكلة رابعة. البعض يعتبر هذه المشكلة الرابعة هي أم المشاكل، وهي المشكلة السياسية. البعض يعتقدون أن هذه المشكلة هي منشأ جميع المشاكل، ولذلك عندما يفكرون في التغيير وفي العمل أول ما يفكرون
يفكرون كيف نحل المشكلة السياسية. الحقيقة الشيء الذي يبدو قبل أن نعطف عنان الكلام إلى المشكلات الثلاث المتقدمة، الشيء الذي يبدو أن هذه المشكلة الرابعة هي انعكاس طبيعي للمشاكل الثلاث الأخرى. لماذا؟ لأنه القضية السياسية تمثل البنية الفوقية للأمة، والقضية الثقافية والأخلاقية والروحية والدينية تمثل البنى التحتية للأمة. فإذن في الواقع كل خلل يحدث في البنية الفوقية إنما هو نابع وناشئ عادة من الخلل في البنى التحتية. ولعله هذا الحديث المروي يشير إلى هذه الحقيقة. الحديث يقول: كيفما تكونوا يولى عليكم. عندما نجد ظالما في أمه، حكما ظالما في أمه، هذا الحكم الظالم الجائر كيف تكون وكيف وجد؟ هذه الأمة هي التي أنشأت هذا النظام الظالم، وإلا من اللي أنشأ هذا النظام الظالم؟ إذا أنت فرضت أن هذه الأمة مقهورة على أمرها وجاءت هنالك قوة خارجية وفرضت نظام على الأمة، هذه الأمة فيها قابلية أن يفرض عليها هذا النظام. يعني مناعة الأمة عندما تضعف تتكون لديها قابلية لتحمل الأنظمة الظالمة والجائرة والمنحرفة. هذا إذا نريد أن نمثل له في عالم الطب، إذا بدن عنده مناعة، هذا البدن الذي له مناعة من الناحية الطبية هذا يقاوم المؤثرات الخارجية، لا تؤثر فيه إلا بمقدار. في علم الطب الجديد أحياناً واحد يفقد مناعته، بعد مناعة ما عنده. أنا شايف بعض المرضى من هذا القبيل، لذلك المرضى من هذا القبيل يمنعون لقائهم بأي فرد من الأفراد، ما يخلون واحد يروح عنده، يقولون لأن هذا الرجل اللي يأتي لعيادة هذا المريض إذا يكون عنده ميكروب بسيط، هذا الميكروب ينتقل إلى هذا المريض
المريض أي مقاومة ما عنده، هو هذا الميكروب المتواضع يقتله، يمكن أن يقتله. ولذلك يبقوا في حالة حجر حتى هذه الحالة تتغير. وهذا المرض اللي الآن منتشر في العالم نقص المناعة المكتسبة، البدن يفقد مناعته أو تنقص مناعته. فإذا في الواقع النظام الظالم، النظام الجائر، النظام المنحرف، هذا إما هو وليد لهذه الأمة، وليد طبيعي، يعني طبيعة هذه الأمة تفرز مثل هذا النظام، وإما الأمة فاقدة للمناعة ويأتي هنالك نظام ظالم أو منحرف، هذه الأمة تتقبل هذا النظام. إذن في الواقع هذه المشكلة التي يعتبرها البعض أم المشاكل، نحن نقبل أنها مشكلة مهمة وأنها مؤثرة في مجريات الأحداث وأنها مؤثرة في مصير الأمة، ولعله في بعض الظروف يجب على المؤمنين أن يشاركوا في العملية السياسية. الآن في العراق العلماء مراجع التقليد يفتون كثير منهم بأنه يجب على المؤمنين وجوبا شرعيا مقدميا أو وجوبا عقليا أن يشتركوا في صناعة القضية السياسية، نحن لا ننكر ذلك، ولكن في ذات الوقت حتى إذا واحد مضطر الظروف ألجأته إلى ذلك، يجب أن لا يغفل عن هذه البنى الأساسية. ولعله لذلك نجد في حياة الإمام الرضا صلوات الله عليه عندما ألجأته الظروف أن يشترك بنحو أو بآخر، الإمام اشترك بنحو أو بآخر، بنحو من أنحاء الاشتراك في العملية السياسية، وهنالك كتب مؤلفة حول الحياة السياسية للإمام الرضا صلوات الله عليه. ولكن الشيء اللي يبدو أن الإمام الرضا قبل ذلك وحين ذلك همه الأكبر كان بناء القواعد التحتية الأساسية. هذه نقطة أحببنا الإشارة إليها لعلها تكون مؤثرة في منهجية التفكير. يعني نحن عندما نفكر في التغيير كيف نفكر ومن أين نبدأ؟ كان هنالك بعض الأفراد يفكرون في انقلاب في منطقة في بلد، وأنتوا قمتوا بانقلاب في منطقة وغيرتوا الحاكم، لكن الأمة عندما لا تتقبل هذا النظام، الأمة عندما فيها مشكلة دينية، مشكلة أخلاقية، مشكلة روحية، مشكلة ثقافية، هذا النظام لا يمكن أن يبقى.
عندما تريدون أن تتعاملوا مع هذه الأمة، مع من تتعاملون وعبر من تتعاملون، هنالك جهاز إداري حاكم. هذا الجهاز الإداري الحاكم نفس الجهاز القديم، فلا تتمكنوا أن تعملوا شيئا حقيقيا. بعد هذه الإشارة إلى المشكلة الرابعة، نعطف إلى المشاكل الثلاث التي عانتها الأمة في عهد الإمام الرضا صلوات الله عليه. المشكلة الأولى المشكلة الثقافية. أكو هنالك نقطة في المشكلة الثقافية وهذه النقطة هي أنه فيما مضى في العهود القديمة المشكلة الثقافية كانت تتجلى في مظهر التجهيل، يعني أن الحكومات ما كانت تدع الثقافة الصحيحة تصل إلى الأمة. مشكلة التجهيل، هذا في العهود القديمة كان الأمة كانت أمة جاهلة. أنتوا إذا تقرون تاريخ الفرس القديمة، هذه القضية كانت واضحة عندهم. العلم فقط كان للطبقة الحاكم. الأمة كانت أمة جاهلة وما كانوا يخلون أي واحد أن يتعلم. في كتب التاريخ مذكور أنه إيران القديمة ابتليت بمشكلة اقتصادية كبيرة. أحد الأفراد الأثرياء من الأمة من الطبقة المحكومة جاء إلى الدولة وقال أنا أتكفل حل هذه المشكلة، ولكن بشرط أن ابني يتعلم. الحكومة ما قبلت ذلك، الحاكم الملك ما قبل ذلك، وبعدين قال لبعض الأفراد إذا هذا يتعلم هذا بكرة يزاحمنا في سلطاننا. هذا طبيعي، هذه كانت طبيعة المشكلة الثقافية قديمة، كانت تتجلى في مظهر التجهيل. ولكن هذا النوع مع الانفتاح الذي تحقق ضعف أثره. الحكومات كانت لها قبضة حديدية، هذه القبضة الحديدية شيئا فشيئا أخذت ترتخي، والآن خو قبضة الحكومات جدا ارتخى. أحد الأخوة كان يقول والدي كان رايح إلى الحج، الحكومات كانت تمنع مفاتيح الجنان وما أشبه، هذا يريد يروح للبقيع لبقية المشاهد، يريد يزور ما عنده كتاب، فيقول أنا كنت بالفاكس أبعث له الأدعية والزيارات في فندقه في المدينة أو في مكة.
الآن الحكومات بعد ما تتمكن إلا بمقدار محدود، الحكومات الآن في حالة ضعف مستمر، العلم دا ينتشر. في عهد المأمون وما قبل المأمون وما بعد المأمون هذه المشكلة كانت تعانيها الحكومات. قضية التجهيل مع الانفتاح ما كان ممكن، الشعوب ارتبطت تلاقت، والحكومة بعد ما تتمكن تمنع الفكر. الحكومات ماذا تفعل في هذه الحالة؟ الحكومات تلجأ إلى طريقة ثانية، وهذه الطريقة الثانية هي الطريقة اللي الآن الكفار يقومون بها، وهذه الطريقة هي خلق الثقافة المضادة. فكركم موجود وتطرحون الفكر وتنقلون الكتاب من مكان إلى مكان آخر، ولكن مقابل هذه الثقافة أكو ثقافة مضادة، ثقافة متكاملة، ثقافة في كل أبعاد الحياة. الشيء اللي المؤرخون ينقلونه أن أول من ابتدع هذه الظاهرة التي أقولها الآن المأمون كان ترجمة الكتب القديمة. المأمون جعل هنالك دور في بلاد متعددة، وأخذت هذه الدور تترجم الفكر اليوناني وغير الفكر اليوناني. هذه حضارة فكرية بديلة، هذه ثقافة بديلة. الآن المأمون شنو كان هدفه من ذلك؟ أي شيء كان هدفه؟ يمكن أن نفرض إجابات متعددة أن المأمون شنو كان هدفه من هذا العمل؟ أي شيء كان هدفه؟ محتمل أن نجيب بإجابات متعددة، أي شيء كان هدفه؟ ولكن أنتوا أخذوا النتيجة. النتيجة جاء في الأمة فكر بديل وثقافة جديدة. الفكر اليوناني الذي يقول إن الله تعالى لا يعلم ذاته، هذا اللي يعتقد بالله تعالى، أنت تعلم أنك موجود لكن الله لا يعلم أنه هو موجود، قد قيل لا علم له بذاته. هذا مو واحد عادي يقول، هذا مفكر يقول، مفكر، هذه نظريته. وقيل لا يعلم معلولاته، الله يدري هو موجود ولكن ما يعلم إحنا البشر موجودين، الله فقط يعلم الكليات، يعلم أن هنالك بشرا، أما أنه أنتم موجودين، ولدتوا في اليوم المعين، تنتهون في اليوم المعين، ما يدري الله. هذا لا يقوله رجل عادي، هذا مفكر يقوله ويعتمد على هذا الفكر على قاعدة ثقافية. هذا مفكر، والمفكر عنده منطق وعنده برهان. أنتوا تعالوا في مقابل هذا الفكر. ولذلك في عهد المأمون انتشرت هذه الأفكار في الأمة. المأمون كان معطي حرية لهذه الأفكار. الآن شنو هدفه كان؟ ما علينا بهدفه،
إحنا علينا بالنتيجة. هذه الأفكار انتعشت. كان هنالك رجل يقال له عمران المتكلم، هذا كان وحيدا في موقعه العلمي، وحيد كان، وأي واحد ما كان يثبت له في الجدل والمناقشة، كان يطوف ويثير الشبهات في وجود الله تعالى. الله ماكو. أجاني قبل فترة في إحدى البلاد شاب كان يدرس في إحدى البلاد الأجنبية، أستاذه كان ملحد، هذا متحول إلى ملحد، كان جاي عندي يقول الله ماكو. الشاب اللي ينتهي إلى أنه الله ماكو، وناقشته ببعض المناقشات. المهم مفكرين الآن في الغرب، إذا الشاب اعتقد الله ماكو يعني كل شيء انتهى، بعد عبادة ماكو، حج ماكو، أخلاق ماكو، أحكام ماكو، كل شيء ينتهي. هاي المظاهرات اللي طلعوها الشيوعيين في العراق، بعد شهر ماكو مهر والقاضي انذب بالنهر، هذا النتيجة طبيعية. بعد إذا الله ماكو، ذاك المفكر مالهم كتب كتاب أين الله، معروف نشروه في العراق، وأول كلمة في كتابه أنا ابن الخطيئة، يعني أنا ولد حرام، هاي أول كلمة بالكتاب، يعني التحدي، نشروه بالعراق الشيوعي. عندما الله ماكو، بعد مهر شنو، القاضي بعد منه، كل شيء ينتهي، نظام بعد ما يبقى. هذا كان يروح كل مكان ويطرح شبهات دقيقة. انتوا الآن راجعوا البحار، شوفوا الشبهات اللي عمران كان يطرحها. الآن بعد مرور أكثر من 1000 عام شبهات دقيقة، يحتاج إلى واحد متبحر حتى يفهم عمران شنو كان يقول. عنده شبهات في علم الله تعالى، في وجود الله تعالى. المأمون يجمع هؤلاء حول الإمام الرضا، يأمر الفضل أن يجمع هؤلاء. الجاثليق يعني عالم المسيحيين، رأس الجالوت يعني كبير اليهود وعالمه، الهربذ الأكبر عمران المتكلم، هذا فلان الرومي، جمعهم وبعث إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه، أنه ذول يحبون، هو مدبر القضية، هو جامعهم، ذول يحبون يشوفوك، يبحثون وياك، فإن أحببت تعال ابحث وياهم، إذا ما أحببت فلا نكلفك. الإمام قال ما يخالف، أنا أجي إن شاء الله. بعدين التفت إلى واحد بعد ما ذاك المبعوث راح، أتعلم لماذا بعث المأمون؟ ليش؟ قال ذاك الرجل، قال ذول العالم تبحث وياه، ويمكن تبحث وياه، لأنه يبطل الباطل ويقر بالحق، ولكن هؤلاء مو علماء، هؤلاء جدليون، أي شيء تقول ينكره، تقول له الله أكو يقول لك صحح وحدانيته، تقول النبي يقولون لك صحح نبوته، حتى هذا مني أنا الآن دا أقول، حتى إذا تقول اجتماع النقيضين محال، يقول بأي دليل اجتماع النقيضين محال؟ جدل. وقال الرجل للإمام المهم احذر،
خطر. فقال له الإمام: يا نوفلي، أتخاف أن يقطعوا علي حجتي؟ ما عارف إمامك. ثم قال الإمام: أتعلم متى يندم المأمون؟ إذا احتججت على أهل الإنجيل بإنجيله، وعلى أهل التوراة بتوراته، وعلى أهل كل ملة بلغتهم. لغتهم مثل ما يبدو لي، يعني مو بلغتهم الهندي بالهندية، يعني بالمنطق الذي عنده. ثم جاء الإمام والمجلس غاص، وبحث معهم واحدا واحدا: اقروا الشبهات اللي أثارها عمران. يمكن شهر يحتاج واحد يطالع حتى يفهم هذا شنو دايق. وأجوبة الإمام صلوات الله عليه، اللي في نهاية الأمر حضر وقت الصلاة، الإمام قال: نقوم ونصلي. قال: أمهلني يا مولاي، فقد رق قلبي، قلبي دايلين. الإمام قال: صلي بعدين نجي. ثم جاء الإمام بعد الصلاة وبحث معه، فخر عمران ساجدا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبعدين اللطيف، هذا عمران تحول إلى واحد من أكبر المدافعين عن الألوهية والنبوة. كان يروح على المتكلمين ويبحث وياهم، ما كانوا يتمكنون يبحثون وياه، حتى أخذ المتكلمون يفرون منه. بعد ما العلماء والمتكلمون رأوا هذا الموقف من عمران، أنه خضع للإمام صلوات الله عليه، بعد تجنبوا. طبعا الإمام أول ناظر الجاثليق، حتى الجاثليق في نهاية البحث قرأ له التوراة الإنجيل، اللي الحاضرين كانوا متعجمين. بعدين الجماعة كانوا يقولون: الإمام في المدينة ما كان في هاي الوديان، كان يسألوا مسائل الحلال والحرام، يقرأ الإنجيل السفر الثالث من الإنجيل، وين تعلم؟ في نهاية الأمر الجاثليق قال: أعفني. بعد أنت الإمام قال: إن شئت فاسأل عما بدل. قال: لا، ليسألك غيري. وقال: ما كنت أظن أن في علماء المسلمين مثلك، وكذلك رأس الجالوت اليهودي. الشيخ البلاغي رحمة الله عليه، على ما ببالي الشيخ جواد البلاغي الوالد رحمه الله، على ما ببالي كان ينقل أن هذا بذل أموالاً، مع أنه رجل محتاج كان، فقير كان، لتعلم اللغة العبرية وتعلم اللغة الإنجليزية، حتى يحتج عليهم مثل ما في هذه الرواية بلغتهم. الآن المسيحية في العالم لها لغة، ودائما في حالة تطوير هذه اللغة. الآن المسيحية الآن مو مثل المسيحية قديما، كما أنه لغة عمران الصابي مو لغة المشركين اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله، لغة جديدة.
انتم ما تتمكنون تحتجون على عمران باللغة اللي كانت في العهد الأول. انتم الآن ما تتمكنون تحتجون على المسيحية بلغة ما قبل ألف عام، تغيرت اللغة. فهذا الرجل بذل أموالاً وكتب هذه الكتب القيمة في الرد على اليهودية وعلى المسيحية. الوالد رحمه الله كان يقول عندما توفي الشيخ جواد البلاغي أعلنت الكنائس في بعض النقاط يوم عيد، لأن هذا الرجل مات اللي يتمكن أن يخاطبهم بلغته. هذه قضية مهمة، المشكلة الثقافية في شكلها الأول ضعفت، شكل التجهيل. المشكلة الثقافية في شكلها الثاني هي الحاكمة الآن، وجود ثقافة مضادة متكاملة، وهذه الثقافة المضادة يجب أن تقابل بلغتها. إن شاء الله طالع حوار الإمام الرضا صلوات الله عليه مع هذه الفرق والمذاهب في البحار، ولعله عبر في الروايات عن الإمام الرضا صلوات الله عليه بعالم آل محمد صلوات الله عليه وآله لهذه القضية، لأن الإمام كان في مواجهة كأنه ثلاثة من الأئمة كما يبدو كانوا في مواجهة التحدي الثقافي، الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الرضا صلوات الله عليهم أجمعين، ووقفوا أمام هذا التحدي. اللي ذاك الجاثلق يقول أعفني بعد ما أقدر ليسألك غيري، يعني هذه هزيمة كاملة. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم ما بنوا القواعد الثقافية فقط لذلك الوقت، وإنما بنوها للأجيال إلى يوم القيامة. ونشير باختصار إلى المشكلة الثانية وهي المشكلة الأخلاقية، والمشكلة الثالثة التي هي المشكلة روحية، أو بعبارة أخرى المشكلة الدينية. الإمام الرضا وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم واجهوا هذه المشكلة أو هاتين المشكلتين بالتربية والتوجيه أولاً وبالنموذج ثانيا. توجيه، الأمة تحتاج إلى توجيه وتحتاج إلى تربية، التوجيه جدا مؤثر. أحد الإخوة اللي كان جاي من بلاد الغرب قال أنه بس لعله أوضاع تلك المنطقة اللي كان يعيش فيها، كان يقول أنه إما الأب يجب أن يكون في البيت وإما الأم مع الأولاد. قال باعتبار أنه أنا زوجتي تشتغل فأنا بالبيت ما أطلع، لأن إذا شوي أغفل عن أولادي انتهى. توجيه، تربية، والنموذج. النموذج جدا مهم. انتوا الان اذا تلاحظون في ذلك المد الشيوعي الذي اخذ العراق كان هنالك مجموعة من النماذج الاخلاقية والروحية،
ومنهم الحاج أغا حسين القمي رحمة الله عليه. هذا النموذج الأخلاقي الديني الروحي. ومنهم المرحوم الجاد رحمة الله عليه، ومنهم علماء آخرون أيضا. من العوامل المهمة في حفظ الأمة وجود هذه النماذج. هذه النماذج لها إشعاع. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا نموذجا في العبادة، في الأخلاق، في التواضع، في الزهد في هذه الدنيا، في جميع المناحي الأخلاقية. قضايا الإمام الرضا معروفة صلوات الله عليه، أخلاقه، تواضعه، عندما كان يجلس على مائدة الطعام كان يحضر حتى خدمه، حتى السائس كان يحضر. يقول الراوي: فقلت له: ألا تعزل لهؤلاء مائدة؟ فقال: مه، إن الرب واحد والأب واحد والأم واحد والجزاء بالأعمال. هذا النموذج الأخلاقي موحي. يدخل الإمام إلى الحمام في القضية المعروفة، واحد يقول: تعال دلكني. الآن إذا واحد إلنا يقول: تعال دلكني، لو فد حمال دا يشيل حمل يشوفنا بالطريق يقول: تعال عاوني. الإمام يأتي ويدلكه. هذا النموذج الأخلاقي. مو فقط الإمام كان هو نموذج أخلاقي، رب مجموعة من النماذج الأخلاقية. واحد من النماذج الأخلاقية التي رباها الإمام الرضا صلوات الله عليه زكريا بن آدم، اللي مدفون هنا بقربنا في مقبرة شيخان. شيخان، الشيخ الأول زكريا بن آدم، والشيخ الثاني المحقق القمي رحمة الله عليه. كل وقت ما مريت على مقبرة شيخان اقروا لهم فاتحة، الذي ورد في الروايات أنه: عليك بزكريا، زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا. والإمام الرضا صلوات الله عليه قال له، راد يطلع من قم، قال له: ابق في قم، فإن الله يدفع البلاء عن أهل قم بك كما يدفع البلاء عن أهل بغداد بأبي موسى بن جعفر صلوات الله عليه. هذا النموذج الأخلاق. في التاريخ أكو أن الإمام الرضا صلوات الله عليه جلس ليلة من أول الليل مع زكريا بن آدم إلى الفجر. كانوا يربون هكذا نماذج. وجود هذه النماذج كان مؤثر في حل المشكلة الروحية والأخلاقية في الأمة. واحد من النماذج صفوان ابن يحيى المعروف، الذي هو داخل في إجماعين: الإجماع الأول أنه من أصحاب الإجماع 18 من الطبقة الثالثة، والإجماع الثاني أنه من 3 الذين يرتبطون بمشايخ الثقات، بحث في علم الرجال. صفوان ابن يحيى ذاكرين في أحواله أنه كان معه 2، واحد عبد الله بن جندب وواحد آخر. ذول اتفقوا هذا العمل أنا لم أجد له نظيرا. اتفقوا على أنه إذا واحد منهم مات الآخران يقومان بعباداته، مو يعني في ذمة الشيء، لا، بالنيابة عنه.
فمات الاثنان عبد الله بن جندب والآخر قبل صفوان بن يحيى. هو صفوان ابن يحيى كان يصلي في كل يوم 51 ركعة، إحدى علامات المؤمن اللي لعله يقل أن تجد الآن من يعمل ذلك، صلاة 51 الفرائض والنوافل. فبعد ما مات الاثنان كان يصلي في كل يوم 153 ركعة، 51 عنه، 51 عن عبد الله بن جندب، وواحد وخمسين عن الآخر. وكان يزكي في كل عام أمواله 3 مرات، مرة عنه ومرة عن صاحبيه اللذان سبقاه إلى لقاء الله. وكان يصوم في كل عام 3 شهور، شهر عن نفسه وشهرين عن صاحبيه. وكان كلما يفعل من الخيرات والتبرعات، في اللفظ لفظ التاريخ التبرعات، يجعل مثليه لصاحبه. الأئمة صلوات الله عليهم مو فقط هم كانوا نماذج، وإنما خلقوا نماذج. المشكلة الأخلاقية في شكل، المشكلة الثقافية في شكلها الثاني، يجب أن تواجه بالتصدي الثقافي. المشكلة الأخلاقية والمشكلة الروحية يجب أن تحل بالتوجيه والتربية والنموذج. احنا ننهي كلامنا بكلمة، وهذه الكلمة متفق لعمران، هذه مو قضية اتفاقية. عمران هذا المتكلم متفق له قضية طبيعية. العام حفظه الله كان يقول الحق مثل المصباح، المصباح فقط يحتاج إلى إراء، رو هالشكل، هذا هو. الذين ينكرون الحق ينكرونه لأنه غالبا لا يعرفونه، ما يعرف. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول فيما يروى عنه: الناس أعداء ما جهلوا يجهل. إحنا عرضنا ضعيف. قبل فترة اتصل أحد المؤمنين من إحدى البلاد الأجنبية بالعام حفظه الله، كان يقول الآن اللي أنا أكلمكم أو في هذه الأوقات فلان مبشر مسيحي دا يتكلم في التلفزيون، وقد ربطوا التلفزيونات بعضها بالبعض الآخر، والآن قدر الذين يستمعون إلى هذا المبشر 600 مليون واحد. مسيحية عرض إلها، حضور إلها. إحنا العرض اللي عندنا ضعيف. الخوارج هؤلاء كفروا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وحاربوا أمير المؤمنين وقالوا إنه كفر، وقتلوا أمير المؤمنين بالنتيجة. بالتاريخ أكو أن الإمام أمير المؤمنين مضمون القضية، الآن دقيقها ما أتذكر، أن الإمام صلوات الله عليه خطب فيهم خطبة
هذه الخطبة امتدت على ما ببالي، إما من بعد صلاة الصبح وإما من بعد طلوع الشمس. الإمام بدأ بالخطبة له إلى الظهر أو إلى قريب الظهر، الإمام كان يتكلم وياه. يعني كم الوقت الذي استغرقته هذه الخطبة؟ إذا أيام الشتاء كانت أفرضوا 5 ساعات، إذا أيام الصيف كانت أكثر من ذلك، لعل الإمام 8 ساعات كان يتكلم وياهم. فرجع كلهم وتاب كلهم إلا مجموعة محدودة. يعني الكلام مؤثر. الخوارج ما كانوا يعرفون، الإمام صلوات الله عليه أبان لهم الحق فرجعوا إلى الحق، ولم يبق منهم إلا كمية معدودة، ألوف الأفراد منهم رجعوا. وننقل هذه القضية ونختم أيضا. كان أكو حاكم في إحدى البلاد، ما أذكر خصوصيات القضية، هذا جدا كان ضد شيعة أهل البيت، وكان يضيق عليهم ويعتقل شبابهم. إذا واحد أقل نشاط ديني عادي كان عنده كان يضيق عليه ويسجنه. أعرف مجموعة من الشباب سجنوا مدة طويلة في معتقلاته لعمل ديني بحت. نقل لي أحد العلماء بسنده، قال أنه تاجر من التجار كانت عنده معاملات تعامل اقتصادي مع ذلك البلد، وكان عنده ارتباط مباشر مع ذلك الحاكم. قال في يوم من الأيام هذا التاجر أهدى لذلك الحاكم كتاب المراجعات، أخذ كتاب المراجعات. التاجر يقول لم يقل لي شيئا، كل شيء ما قال لي الحاكم، ولكن بعد كم يوم رأيت أثر المراجعات في أعماله. أعطى المجال لشيعة أهل البيت وفسح لهم بعض الحريات، وما أخذ يشدد عليه، لأن هو كان يعتقد عقيدة جدا شديدة في شيعة أهل البيت. بعدين عندما قرأ هذا الكتاب كما يبدو يعني شاف لا، إما ذولا يمثلون الحق أو لهم منطق. وأكو كتاب كتب في الذين تشيعوا، أحد الإخوة يقول أنا قرأت هذا الكتاب في 5 مجلدات، هذا الكتاب يقول معظم الذين تشيعوا في هذا الكتاب تشيعوا على أثر كتاب المراجعات. وهو شرف الدين يقول في مقدمة كتابه: أما أنا فبعد هذا الكتاب راضٍ عن حياتي. الحقيقة نحن نحتاج إلى العرض، والعرض دائما يحتاج إلى تطوير، لأن هذه حالة خلق الثقافة المضادة حالة دائمة ودائبة. فالعمل يجب أن يكون عملا دائبا ودائما. فإن الناس، أظن هذا الحديث مروي عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب.